اليوم الله يسلمكم السهرة مع فوجا كلوزت، هذا موقع بريطاني بس يوصل حق كل دول الخليج، الكويت، السعودية، قطر، يوصل حق الأردن بعد. أهم ميزة فوجا كلوزت إن كل يوم عندهم شغلات جديدة، على طول ينزلون شيء جديد حق السيدات وحق الرجال وحق الأطفال. حق لا تلحق، عندهم اليوم عرض 20% خصم على كل شيء إذا حطيته هالكود، باقي على هالعرض 3 ساعات و44 دقيقة. يلا نتسوق بسرعة. البراندات اللي وايد أحبها وأعشقها من أيام أمريكا ناستيقال، هذا البراند على طول على الموضة والقطع اللي فيه وايد حلوة وغريبة. خلوا أوريكم شم قطعة منهم. وهبات الصيف هالسنة اللي راجعة مرة ثانية المخطط، القمصان المخططة، البنطلونات المخططة، تقدرين تنسقينها مع قطعة ثانية سادة، قميص كان أو تيشيرت. الهبة الثانية اللون اللافندر، هذا اللون البنفسجي الليلك الفاتح، هذا لون الصيف وكل أنوثة وجمال. كل لون الواحد هذا بعد راح تشوفينه وايد دارج هالصيف، انش تلبسين البلوزة والبنطلون او التنورة من نفس اللون ونفس الخام، هذا يعطيك طول، يعطيك فخامة، وبنفس الوقت سهل تنسقينه مع اكسسوارات ثانية، وايد بسيط وانيق. لازم يكون عندك بالكبت بنطلون هاي ويست او بنطلون خصرة عالي، لان هذا ينحف منطقة الخصر، يطلع خصرك ويعطيك طول اذا كنتي كتكوتة. فهذا من الشغلات اللي وايد مهم تكون موجودة، ووايد عجبني هذا من Pretty Little Things على فوجا كلوزت، سعره بعد وايد حلو 8 دنانير. وطبعا بديل الحزام، هذه الهبة بلشت العام للحين مكملة جناط الخصر، وايد احب هالترند، تنحف الخصر بشكل وايد حلو كيوت، وهذه سعرها تقريبا 7 دنانير من بوهو في فوجا كلوزت، وايد سعرها حلو. جمال بنات، شوف الفساتين الناعمة، هذا على 29 دينار. اللي عنده مناسبة وتبي شي ناعم وسعره حلو راح تلاقين هني بلاوي، هذا ب 11 دينار. سايزاتهم UK اللي هي السايز البريطاني، اكس سمول، UK 6، UK 10 كذي يعني. فراح نضيف للسلة، شفنا اللي نبيه بالكارد. لازم ما ننسى هني ندخل كود الخصم اللي هو سبرينج، راح يطلع لنا خصم 20% كبتشرو بالسناب الجاية. ليش عجيب هالويب سايت؟ عندك 14 يوم، اذا القياس طلع غلط، القطعة ما طلعت مضبوطة، تقدرين تبدلين او تسترجعين فلوسك بدون مقابل. تعال تعال، شفتوا بكافيين منه ولا الحين؟ للعلم هذه الصورة هذه زيارة ثالثة لها الستاب شات. روحي أم حمود، أنا بيك فان فور يو والله العظيم، كذي حارقة دمه بشعر حرام عليك، والله العظيم حرام.